السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ جيناكم وياكم مقطع فيديو جديد. لا تنسونا باللايك والاشتراك، فعلنا جرس حتى يوصلكم شكو شيء جديد. شباب هواي قلي ليش ما طلع الطيور؟ ليش ما تطيرها؟ يعني شباب اقول لكم، هاك باع الريش جاي، الطيور جاي تلك الريش، يعني طير جاي تلك. انا طلع طيره اشوفك الجنح مالته نسي لو لا، يعني طيور كبيره، انا اشوف الريشه مالته وانا اجرها، طيور بعدها بيها نسل، يعني الجنح مالته جزء عواشره مو نسل، بقيه نسل. هسه عندك يا ترى جار منعت اشكام ريشه، انا شو اسوي؟ مو تطلع الريشه ما تاجر وراها اثنين ثلاثه وياهن ويانا اجر وياهن. شباب طبقتني في حله على الطواير، طلعت منعتهم، اكو طير عد السوداء جاي تخرب عليه، على هذا الزوج جاي تكمش ويا الفحل، طلعتها عزلتها. طلعت فحل بلاج هم ما عجبني، ما مخرجه، طلعته. هسه الطيور عندي تقريبا كلهن يطيرن من عدا هاي الطيره، عدي ما تطير، وهاي الطيره ثلاث طوار عدي ما يطيرن. عدي طيره قبل كان طير عدي هم موجوده وياهن، يعني هم خرجها وطلعها وياهن. بقيت عدي هذا الزوج، هذا الفحل عدي طيار، هذا عفت هنا لتني زوجا واحد من حبستهن واحد وما جاي تزوج عدي الطيره، وانا ريتها وياها ويا هذا الفحل مالتها. هذا الفحل من تمرض عدي طلعته شهرين تقريبا اكثر وعزلته، رجعته على الطيره مالته ما ترجع له، ما تزوج، ما تزوجت، زايفه على غير فحل. فرجعت طبقته وياهن، عزلتهن على جهه، عزلتهن على جهه، وراح اشوفكم في الشيء. بس هاي بستك واحد، هاي سلفر حمراء، بس شنو بقى؟ الطيور كلها باقي هوا من يمها، خايفات من عندها. هاي الباحة شفتها حلوة، اشتريتها اخذتها ب 3000 دينار، وتراسل لي واحد يقول لك ب10 التك، الزوج ب20، انا ما اريد، انا المهن اجمعهن زوجين ثلاثة واجيب بيضة زرقاء جوذن، بيضة زرقاء بيضة جوذن، واطلع وجبات من عندهن. شلون شباب؟ اذن عندي سود عزلتهن، هاي الطيره عدي عزلتها، وهاي الطيره زائفه موت، بس شنو اقدر ارجعها على الفحل مالتها؟ فحلها والله ناسي، بس اكثر شيء ذكرته، بس خليني اشوف. بس هذه زوج غير وحده، اذا زوج بلاج والله ما اعرف اراجع له لا. انا هاي الطيره عدي طياره وريتها، بس لو فحل، فحلها شوف هسه هاي كامشه، هاي الطيره فحلها شلته، هذا فحل هم يمكن يزوجها معي، هاي طيرته فحلها، يا هو فحلها، لان فحلها اثنيناتهم شافوها سوى شي عجب. فحلها بين هذا فحلها، هذا فحل السوداء على ما اعتقد، اي تقريبا هو 90%، لو هذا هذا باعوا له شباب، هذا يم الحله الحمراء، هذا لا، هذا كامش له هاي الحله. اي شباب اذن وياهم، الشباب يقول يطلح نفتح، خلي هسه دبتني حلات وخلي كمشن، بس يبي اذا نفتح الباب، هن طيور عدي جلدات، بس يضوجني يا عيني والله يضوجني من ادبرجهن. والطيور كاتله نفسها على هذا البرج. هسه شوف هاي السوده من حطيتها هنا مشلبه بين بكانها فوق، مع ذاك بكانها فوق، اكبر فحل ما يجي يمها، اكبر طيره ما تخليها، يجي فحل يشوف عليها هاك، شوف يا زايفه موت، لا اقول لك ولا تقول لي زايفه موت، بس ما اخليها، اشيلها هسه ارجعها، يعني بس اذا كمشن حله وياهن، لان عندي هاي الطيره والله ماكو ما تخليها، هاي الطيره ما ارش بيها، يعني شوف شلون مخنشره، خلي تقرب عليها. خايفة من الحلة؟ ما أدري، يمكن خايفة من الحلة.
هاي انا هاي اريته ويا هذا الفحل مع ولد من بابل قال لي طلع عن فرخاتن انا اريتن اليه الله كريم منا ما يطلع عن فرخاتن انا باحتمال اكسر بياتنا انا اخلي جوهن مال بلاج انا ما اطلع سود اطلع بس مال ذنن المقذلات هاي 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 معدة عايفة فحلها هذا هذا فحلها شوف كلها جت على هاي الطيارة هاي الطيارة طلقتها من رجلها كلها تركض وراها كلها تركض وراها هسه ورا جاي وياكم جاي اراقبهن هسه طب يعني طبقتهن الظهر صعدت طبقتهن راح اجيب الطيارة السوداء ذبها وياهم خلنا نشوفها وش تسوي هي ذيك الزائفة زايفة مو شلون زايفة هاي السلفر طبعا هاي مخروشة السلفر والله من جبتها البحر بالليل بس الصبح لا صعدتها يوم طلعتها خليتها ويا الطيور خليتها شو اسمه قولوا ياي خليتها ويا الطيور دني وفوق جو الطيور كلها من المرد الثاني وفوق ماكو كلها حتى هذن هجان الحلات هجان الحلات يخافون مستغربات من عندها شوف بابا راح اصعد يم ذاك الفحل شوف 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 يا ولدي غاري هذا رجل راح يروح منك غاري معودة غاري رجل راح يروح منك اطلقته يمكن اطلقن والله حرامات شوفها طبت بالحلة زايفة موديك يلا اشتغل الغيرة اشتغل الغيرة وياكم اني اخذت الحلة مالتك شو تقولون شباب يلا خلينا نشوف شو تسوي راح ايه قلت ليها ايه بس عمو هذا 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 ابو النسوان هذا والله هذا ماكو مشبهه حتى بواحد يركض وينك وحده يركض وراها وينك وش اسمه يركض وراها ايه ايه اوقع هنا انا تعال تمام هسه خلينا نشوف فحلك وروح يلا رجع له والله يا شباب انا اقول لكم ليش هسه صايره هيك طيور لان من تركتها بدون احلال وهذا فردت يعني الطوار شلون تقول طلقه وايد دور محلل خلي انا راح ابقى المقطع فيديو هيك يصير مو حلو ايش عندنا بعد خل اقطع ورجع اجيب لهم اكل احط لهم مي هم للطيور اترسل الطور مالهم مال مي وذب لهم اكل وارجع لكم اي شباب حطيت لهم اكل اريد ارد على تعليق واحد قال عمي وين طيورك التلك طيورك ما تلك شوف هذا الريش هذا الريش مو من الطيور انا من عندي انا جاي تلك انا تلكت مو الطيور تلك عمي الطيور ما تلك هذا الريش من عندي شوف باشون خايفات نعته ليش الحمرة تاكل واحدة من ناكل ذني منها من هاي الجهة مكومات مستغربات من هسه يومين يفعل قوم ينقضنا كتلنها فهاي الريش من عندي انا تليك اي طيور ما تليك يا عمي شوف شو بدعتهن ما قلت ما بدله بس بدلت اعطيتهن اكل نظفت المعالف وطيتهن ما يهنعتهن موجود هذا الحمد لله شكرا اعتقد طلع فحل بس بعده مخلف هذا زوجة هذا اخته سنة مقذلات عدي حلة اثنين مقذلة وهذا انا اعزلهن
مستقبلا اعزلهن السود واحد، يعني احتمال احط السود والسلافر اطيرهن سوا، يقعدن الاسود ويا السلفر الاحمر يقعدن يطيرن سوا، يعني هن ونيشانهن وهذا يطلعن سوا. شنو ايش عندنا بعد؟ ترتيب حلاتنا، هذا الترتيب اقدر اسوين يعني حلات هواي بس ما خليت، لان هن طيور عندي كلهن هن 12 زوج، شلت فحل عندي طيره زايده بقت، ما عندي شيء يعني خلين هن يزوجن واحدهن بس اسعدها طيره، يمكن هم ارجع واخرها، يعني هاي الطيره مالتها تزوج هذا الفحل الاسود. هاي الطيره عندي تسوى هاي كلها، ها هي ام ذني طبعا ببيتهن، هاي الطيره المكعكله ببيت ذني، جابت بنيه زوجناها بلاج، يصير ابوها يا هو ابوهن، وين ابوهن؟ هذا ابوهن، هذا زوجته وحده سوداء ذبلي زوج طوائر مقذلات، ذبلي زوج طوائر مقذلات هن ذني اثنيناتهن. عدي هذا الفحل، هذا المكعكل ومقذل، هذا هم ابن هاي وابن هذا الفحل، جبت طلع من عندهن طوائر اثنين، واحدة تصير ام هذني والاخ لا مو امهن، ونوب طلع لي فحل الاخ زوجته الهن، الذبه اللي ما اشوف انه نفس البطن، هذا ذبل هذا الفحل مكعكل ومقذل، يعني هنا ما اعرف بيه الرس سيلفر او فشي بسواد مقذل، انا هسه اريد اطلعها هاي الطيره اللي فوق اطلعها حتخرب علي، لو ازوجها اطلعها اعزلها رجع على الفحل مالتها، راح ارجعها على الفحل مالتها، بس اروح بالمقاطع الفيديو القديمه اشوف يا الفحل مالتها حتى عزله وياها واخلي واطبقهن بخانه فشي بس يزوجن انكم شن حله واحدهن. انا اشك اكثر شيء بهذا الفحل مالتها، هذا فحلها بس هي راكضه ورا هذا ورا جدها. شباب هذا المقطع ما راح اختمه، انتظروا منها الباكر هم اصور لكم اياه مقطع فيديو واسوي لكم ختاميه حلوه له، اشوف وين وصل بالطبق مال الطيور، وعذرونا شباب احنا ليش ما نطير، تدرون بيها قلت لكم الطيور قاعده جاي تتلك واريد ازوجها واذتك مش حلات، عندي ذني الزوجه الحمد لله شكرا ما عندي شيء، هذا كان مش حله وهي الطيره مالته يمه، هذا الفحل طيره كامشه حله، بس عندي هذا هذا الفحل نازل لي جوا ما حيخرب عليه، هذا الفحل هذا كل شيء بدل هاي الحلة الوردية، هي هاي طيرته بس نزل لي جوا، هذا كنا نحط هنا فحل قوي حتى يصقره، فحل قوي صقره ما يخليه يزوجن هنا، هذني تقريبا زوجن عندي، ذني فوق زوجن، هاي الحلة هاي طيرها مزين سقطت الحلة يعني تشحت هاي. يلا خليها نشوفها منها الباكر الشكو يا الزوج يا ما الزوج يا لكم ايش حله، وهاي هسه بعد شوي راح اطلعها اعزلها واحدها هي وفحلها، وبهذا الصندوق وعلى هذا شباب هذا الصندوق اعزلها بيهن وخليهن يتوالفن شوي هن وفحل مالتها لحد ما يخلفن يا يخلفن لحد ما يزوجن واذبهن جوا هن كم شن حله واحدهن. يلا انتظروني الفيديو الجاي. شلونكم حبايب قلب؟ رجعت لكم يوم الثاني، عفتهن يوم واحد عزلت، قلت لكم راح اعزل
هاي السودة قاعدة هذا الفحل دائما تجي يمه تخرب عليه. هذا عندي زوجن ذني زوجن ذني زوجن عندي ذني هاي الطيرة يعني ما هاي بعدها الفحل مالتها وينها. هذا عندي زوجن عندي هذا الفحل هي هاي طيرته بس ما أعرف بعدها ما ملاحظ عليهم بس أكثر شيء هو الفحل لازم منها حله. تقريبا ذا عندي كلهن زوجن يعني تقريبا احنا نقول زوجن ذن ها ذن السود زوجن عندي شباب ذن العزلتهن. شوف هسه ذن مطوردات طوردن يعني زايفات ترى زافت على الفحل وراح يزوجن كمش كمش شو اسمه كمش حله. فقط عندي هاي الفوق انا اريد اخليها تنزل لي جوا هسه احتمال اشيل هاي الخشبه الفوق حتى ما يوقفون هنا اهو اخبا هذني هسه ذني زوجن هذني شباب زوجن هسه ذني اليوم اعوفهن بس يعني شوي يومين انا شايلهن او باكر الصبح انا شايلهن ارجعهن هنا حتى يكمشن حله وهذا مكانهن. عندي كمشن حله وزوجن كملن بقعد السوده هم تزوج وارجعها هنا لي جوا تبقى كلها عدي زوج. انا حتى شفت المرادة قلت خاف يعني خلي الفحل يصير قبالها قدام عينها يعني ما يعوفها. شباب محضر لكم هدية يعني محضر مفاجأة حلوة للشباب جماعة المساكي يعني نجيب الزوج مساكي بيض بس بعدني ما مصعدهن. ان شاء الله الفيديوهات الجاية احتمال الفيديو الجاي ونزلكم اياه وشوكم اياهن مساكي بيض. انا جبت الطيره بس بقى الفحل مص عليه قلت اجيب فد مره حتى الفحل والطيره يلا اتصور لكم وياهن. طبعا يردن الاكل مالتهن بس قلت خلنا اصور مقطع فيديو شويه بسيط لان يعني انا مصور البارحه الفيديو قلت هاليوم حتى ختمه ختاميه الهن. شباب الباحه نزلت مقطع فيديو ان واحد يبيع هذا لا تعرفونه ابو الخشب وهذا عنده شو اسمه خانات يبيعها ب 20,000 وشباب علقت احنا رحت له هاي ما حد رايح له. الخانه ب 20,000 ام الثلاثه وام الاربعه ب 30,000 وان شاء الله هم راح اروح اصور يمه مقطع فيديو وكل التوضيحات به وان شاء الله وياكم اول باول. شو بس هاي السودة طردت هاي الطيرة تخرب عليها هسه حشيلها هي راحت ان شاء الله ما خليت تخرب عليها بس هسه الزوجان طوردن راسنا رجعهن. شباب انا اتمنى من عندكم ترفعوا لي هذا المقطع باللايكات وبدعمكم وباع الريش اول تربح انا ضفت هذا رجع الريش طيور جاي تلك الذب ريش مو طبيعي هذا الشهر حاول اجيب لهم هم شعير والاكل حتى تفيدهم. نرجع حتى نختم مقطع الفيديو نتمنى من عندكم بدعمكم بتعليقاتكم بلايكاتكم. وشباب انا والله من اجيب هسه هذا بالخانه وهذا مو يعني كتسويقا الى وغير شيء يعني انا اشوف ناس جاي تبيع خانات باسعار خياليه ب 40 و 45 وب 50 يعني هذا يسوي من 3 ب 20,000 يقدر اي واحد يشتريه. ليش اشتري مستخدمات واشتري ما ادري شنو جديده ما اقول لك اني درجه اولى تريد يعني اقول لك هذا الخشب ما ادري شنو هذا وسط شغلها وسط يعني هم نفسها جاي يبيعوها ب 40,000 جاي يبيعها ب 20,000 في الولد. واذا انت تريد يعني كمواصفات الباسك وهذا هو راح يعطيك اسعار مالته اللي تريدها انت وان شاء الله اروح يمه واسال عليه واقول له شنو الاسعار انت يعني اذا واحد راته هيك ظهر مثل نقول معاكس ظهر غير شيء سيم مال بيج كله ان شاء الله انا وياكم اوصلكم شكو شيء تحتاجونه. شباب احنا نتمنى من عندكم تصعدون المقطع باللايكات ودعمونا بالتعليقاتكم الحلوه والما مشترك بالقناه خلي يشتركنا بالقناه ومع السلامه. ان شاء الله جايكم فيديو جديد وحلو مشوق لكم مع السلامه.